بالذات تشوفون بالصورة خلفي. نعم. هذه المنشأة جلبت عدد كبير من الجنود، زميلي إبراهيم إذا تسمح. أنه الوجبة الثانية اللي وصلت الآن من القوات الأمنية، يدخلون إلى مركز الاختراع بالتتابع من أجل إدلاء بأصواتهم بعد خروج الوجبة الأولى اللي صوتت من الجيش. فهذه العملية تجري باستمرار وبسلاسة، هناك تنسيق عالي بين القوات الأمنية سواء الشرطة أو الجيش، يعني هناك تقريبا ما يقارب 12,000 منتسب في شرطة كركوك فقط، أما القوات الأمنية فهي تزيد على هذا العدد، موزعة في داخل كركوك وفي أطراف محافظة كركوك مثل قضاء الدبس والحويجة وناحية الرياض جنوب كركوك، وأيضا في شرق محافظة كركوك. فالقوات الأمنية المنتشرة في تلك المناطق، هناك حتى تخصيص عجلات لهم من أجل جلبهم إلى مراكز الانتخاب المخصصة بالتصويت الخاص. طيب. هذه الإجراءات الموجودة، يعني حتى أنه يتأكد الضابط من هوياتهم يعني الوطنية، وأيضا تفتيشهم من أجل الدخول. هذا هو السرب الأول متمثل بالمراتب والضباط من أجل الإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات. نعم زميلتي.